شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود فرص واعده للتعاون مع بيلاروسيا في عدد من المجالات وخلال افتتاحه ونظيره البيلاروسي منتدى الاعمال المصري البيلاروسي، أضاف مدبولي أن الأزمات التي يمر بها العالم وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية تؤكد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مما لا شك فيه انه توجد فرص واعدة للتعاون بين بلدينا في عدد من المجالات في ظل القناعة القناعة الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة زيادة مساهمته ضمن اجمالي استثمارات الدولة، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، أخذا في الاعتبار أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصاديه سلبيه على مستويات النمو والانتاج تؤكد ضروره تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط التنميه المستدامه وتجاوز التحديات الاقتصاديه الراهنه